أقصد أنه تعزيز الموارد البشرية وخصوصاً في هيئة الحشد الشعبي، نعم، في بعض الألوية الماسكة للأرض في قاطع العمليات وخصوصاً المناطق الساخنة التي فيها معارك، يذهب إلى جنبة سياسية، تؤخذ الجنبة السياسية فيه. فعلى سبيل المثال تم إعطاء أحد سياسيين المحافظة زهاء 400 مقاتل، هؤلاء ذهبوا لأن هذا السياسي يعمل بجانب جهة سياسية في بغداد، وأعطيت أسماء دون الذهاب إلى القادة الميدانيين من الحشد وقيادات العمليات العسكرية والاستفسار منهم عن أي المناطق التي تحتاج. فعلى سبيل المثال هناك مثلا قرية مبارك الفرحان والتي تقع شرق الدور، وهي منطقة قريبة من منطقة مطيبيج اللي فيها دائما تعرضات لعصابات داعش. هؤلاء أهل القرية قاموا برد هجمات كثيرة، حتى أن عدد من نسائهم تعرضت لجروح وهناك شهداء، لم يعطوا أي مقاتل، بينما أعطي مقاتلين للسياسي سين الذي يعمل في بغداد، وهؤلاء الآن هم حمايات له وعددهم ربما 400 مقاتل، أرض المعركة بحاجة لهم.